بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ شوف التناقض الخطير. غير هو يأمر بالعقل، ولكن ما يكون أبوه يقول له، أنا الطفل الصالح أبوه يقول له أن يقول، وأنا هذاك حق اتبعه، هذاك حق، أنا متحقق لي وحق، وليس لا عالم ولا إمام كما كنت الناس اعتبره إمام، لأن ما يشاء يقع، الطيور تقع على أمثالها، المغفلين عن الدين، أنا والإمام اللي نحطهم، اللي ما يجيبلهمش يذكرهم بالدين الصحيح، اللي يمشيلهم على ما يتعبى نفوسهم المريضة، اللي لا دين إلا الدين اللي إحنا عليه. هي كما تقول انت تفكير فرعون، وما اريكم الا ما ارى. يعتبر فرعون يرى الحق فيقول انا ربكم الاعلى، فهي انسى اللي ربي حكمه، ظل فرعون واظل من امن به. انا ساءت عاقبة فرعون كما ساءت عاقبة من امنوا به من دون الله. دعوني ان شاء الله.